Game Designer. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معكم Games Designer. اليوم بإذن الله راح نستكمل معاكم الدرس اللي بدأناه بالشرح الماضي، وهو إضافة الباكاب إلى العالم المفتوح. طبعا وقمنا وشرحنا أنه طريقة الباكاب هي نفس طريقة الانفنتري أو الشنطة اللاعب، بحيث أنك تقدر تحمل معك أو تستفيد من المواد الموجودة بالبيئة. طبعا مثل ما تشاهدون في الدرس الماضي برمجنا معاكم طريقة إضافة الرصاص الميجا سايز، وبرضو برمجنا الهيلث الكيت أو الطاقة. طبعا حاليا احنا برمجناهم ولكن لم يتم إضافة اليو آي لهم، وطبعا مثل ما انتم تعرفون ان اليو اي هي يوزر انترفيس او واجهة المستخدم، بحيث انه لما اقرب من الدائرة الحمراء هذه يطلع لي بيانات المادة هذه اللي راح احملها معي. تمام، راح نستكمل معاكم هذا الشرح ونبدأ معاكم بسم الله. طيب راح نخش معاكم في بداية الدرس عن طريق كاركتر وبن، وراح نروح الى الودجز، معذرة الودجز اتوقع انه وضعناه في ملف مفرد سميناه باسم يو اي جيم. طيب طبعا لابد تعرف انت وين اضفت الودجز، وهنا البلاير هذا الخاص، الودجز الخاص بالبلاير اللي راح يظهر فيه بيانات وتفاصيل المواد اللي راح نعمل لها الباكاب. فنفتحه، لو تلاحظون هنا هذه واجهة المستخدم اللي عملناها للاعب الخاص فينا، راح نضبطها ونعدل عليها بحيث ان بيانات الباكاب او المواد اللي راح التقطها في العالم المفتوح تظهر لي هنا بشكل واضح. طيب من هنا راح ابحث عن vertical box، حضيفه هنا. تمام، خلي قريب من هنا مباشرة. لاحظوا هذا برضو ممكن اضيفه داخل vertical box، اسحبه كذا. اوكي نقول له كذا. برضو راح نبحث عن ايمج، اوكي، وراح نضيفه في داخل الفيرتيكال بوكس، راح نخليه فوق تقريبا هنا، والفيرتيكال بوكس هنا راح احدده تمام الكل، وخلي سايز تو كونتنت يعني يحتوي للمواضيع كلها. تمام، وأحدد التكست هنا الأساسي وأقول له توسيط. تمام كذا حلو. بالنسبة للإيمج بإمكاننا نغير مسمى هنا، نخليه مثلا بيك أب إيمج. أوكي طبعا لابد يكون فاريبل، لابد تعرف هذه النقطة. طيب راح أحدد الفيرتيكال بوكس ككل. تمام، وأخليه هنا توسيط، وراح أوسطه بحيث أني أشيل أخلي كله أصفار 40، خلوا 40 ما في مشكلة، بإمكانك طبعا زيادة أو تقليل العدد ما عندك مشكلة، ولكن خلوا 40. طيب برضو الإيمج هذا لابد نخليه توسيط مثل ما عملنا مع التكست. أوكي برضو نحدد التكست هنا ونخليه سنتر برضو هنا. من justification نحدد الvertical box هنا. تمام، ونخليه هنا الالينمنت نخليه نصف بحيث انه يحط لي في المنتصف، وهنا نخليه 2 تحديد الاطلاق. تمام، بحيث انه يكون مناسب، بامكانك تخلي اكثر مثلا 2.5. اوكي كذا اذا حبيت يعني، حلو نخلي 2 افضل. والفيرتيكال محدد، ننزل اسفل الى behavior هنا، وعند الفيزابيليتي نخليه hidden. تمام، بحيث انه ما يظهر الخط هذا كله، ونتأكد ان الامج والتكست يكون visible، هذا visible والbehavior visible. اوكي
ممتاز. الآن خلصنا من النهج التصميمي، باقي النهج البرمجي. نروح إلى جراف هنا، تمام، وإلى الإيفنت جراف. هنلاحظ إن إحنا أنشأنا برمجتين طبعا في عندما بدأنا الـ UI، وهي الـ Update of Text والـ Event Construct، تمام. هذه راح نغير عليهم شوية. طبعا لاحظوا هنا الـ Information if Ammo، هذه راح نوسعها شوي. طبعا لاحظوا لما أقول لكم تعطون لكل شيء اسم، لما أعطينا الـ Pick up Image هنا اسم، حتى تظهر لك بياناته هناك، هذا هو، تمام. فراح ناخذه كذا نقول له get، ومن هذا راح اقول له set brush، تمام. راح اوصله هنا، اوكي. ومن in brush راح اقول make light brush. طبعا لاحظ هنا عندي بيانات تظهر لي في البراش هنا الخاص ب make slit brush، انا ما احتاجها كلها، اللي احتاجه فقط الايمج سايز والايمج، فاحذف كل شيء ما عدا الايمج سايز والايمج، حيظهر لك بياناته هنا. الان اسحب الايمج سايز واعمل له اسقاط في ابديت اوف تكست، برضو اسحب الايمج واعمل له اسقاط هنا، تمام. حاليا هذا اللي احتاجه، هذا ما راح احتاجه، احذفه. اللي احتاج اني استدعي هذا، جميع البيانات اللي احتاجها موجودة هنا، فاستدعي اقول له هنا update of text، اوكي. نرفعها فوق، اخلي هذا كما هو لحين الرجوع اليه، اوكي. اقول له كومبايل. في حاجه مهمه فقط، نرجع الى ديزاينر. احنا طبعا اخفينا الفيرتيكال باكس هذا اللي يحتوي على الايمج والتكست من هنا، طبعا راح ارجع واخلي فيزبل حتى حاليا حتى يظهر لي فقط. طيب راح اروح الان هنا، راح اروح هنا الان الى ملف الاسلحه، اوكي، وبن بلوبرنت هنا. لاحظوا عندي هنا الويدجز، راح اروح الى الايفنت جراف. هنا من ملف البرمجة للاسلحة الايفنت جراف، احنا طبعا هنا برمجنا اثناء الدخول على الويدجز واثناء الخروج منه، تمام. حاليا انا ما راح احتاج هذه الويدجز هنا مع الفيزيبيليتي، راح احذفهم، راح اوصل هذه كما هي، برضو هنا للاند ما راح احتاجهم، راح اوصل كما هي هذه، اوكي، للاند للبيجين وللاند اوفرلاب. طيب عندنا هنا كم حاجه لابد نضبطها، تمام. طبعا هذه الامور احنا رتبناها في بدايه انشاء الويدجز، ولكن ما اعتقد اني راح احتاجها. طيب هذه راح اقربها شوية، تمام. اوكي، اتوقع هذه احتاجها فقط، هذه ما راح احتاجها، نحذف هذه، اوكي، فواصل هذه، وهذه احتاجها اتوقع، تمام. هذه اتوقع راح احتاجها، بس احدد هذه بالبداية واقول له hide and connect، اوكي، عشان يضبطها لي. طيب راح اخليها في مسافة لحالها، وراح اخذ البيانات اللاعب هنا، اقول له get، من بيانات اللاعب راح اختار get player widgets، ومن get player widgets هنا راح اطلع update of text، اوكي. هذه راح اوصلها هنا، والتكست هنا، تمام. هنا لما احدد
احتاج فقط الى الامج، اوكي، ومن الامج هنا راح اوصله هنا مباشره. طيب بالنسبه للسايز هنا خلينا، طبعا لو تتذكرون المربع هذا كم وضعناه حجمه، الاكس 140 والواي 60، فنضيف هنا نفس البيانات بالضبط، 140 هنا الواي 60، اذا حبيته اكبر ما عندك مشكله. بالعوده برضو الى بلاير ويدجز، هنا بامكانك برضو تتحكم باللون الخاص بالفونت هنا، تمام، عن طريق الكالر هنا، اوكي. انا طبعا خليته ابيض، فلما تشيك عليه مثلا، تمام، نروح الى السلاح، نلاحظ بياناته فوق وليس اسفل، بحيث انك لو صعدت او نزلت حتلاحظ بياناته تحت فوق، ولكن في حالة انك سحبته حينضاف لك اسفل مكان ما احنا حددنا، لاحظ، تمام، بياناته موجودة وجميع التفاصيل موجودة. طبعا في حالة انك حبيت انه بعد سحب السلاح ينحذف من فوق، تنزل اسفل هنا الى clear all، هنا نحذف هذه، ما راح احتاجها، واقول له كذا. نفس البيانات هذه لابد نضيفها اسفل، فاخذ نسخة منه هنا، اوكي، راح اضيفها هنا، وهذي ارتبها كذا. ومن الامج سايز هنا نخلي اصفار، لانه هذا المفروض يكون يختفي بعد انتهائنا من اخذ البيك اب. الان بامكاننا نشيك، اوه معذرة، هنا. طيب نجي عند السلاح، حيظهر لنا بيانات ونقول له اي، حينحذف، ممتاز، لاحظوا بياناته ظهرت تحت. طيب راح نعمل نفس الطريقة اللي عملناها بالويبن بلو برنت، هنا نعملها مع البيك اب بلو برنت. نروح الى الويبن بيك اب والى البيك اب ماستر، تمام، لاحظوا هنا، اوكي، جميل، ما عندنا بيانات كثيرة. هنا لاحظوا عندنا برضو البيجن اوفرلاب وعندنا الاند اوفرلاب، راح اوسع هذه فقط. طيب حتى نختصر عليكم المسافة، نروح الى الويبن بلو برنت وراح اعمل نسخ لجميع البيانات هنا، لهذه وهذه برضو هذه. طبعا ما راح احتاج الويبن، ليش؟ لان هذا خاص بالويبن بلو برنت، انا عندي حاجة خاصة بالبيك اب ماستر، فنقول له نسخ ونروح الى البيك اب ماستر، اقول له هنا لصق، تمام، راح اقول له اوصله بالانيبل. طبعا لاحظوا هنا عندي مشكلة انه ما عندي بيانات اللاعب كاركتر ريفرنس، حتى طبعا استفيد من بيانات اللاعب هنا لابد انشئ بيانات اللاعب شبيهة بهذه بالضبط. فمن بيانات اللاعب هنا لاحظوا كاركتر انفو طبعا مو موجودة عندي هنا، حددوا بزر الماوس الايمن، اقول له كرييت فاريبل، حينشئ لي اياها هنا، تمام، خلاص. الان اوسع فقط لانه هو نفس اللاعب، فاقول له كذا، حوصله هنا وهذا حوصله هنا فقط حتى لا يعطيك مشكلة فيما بعد. الان احتاج الى بيك اب انفورميشن مثل ما كان عندي ويبن انفورميشن، فاخذ له بيك اب، اوكي، واقول له جيت، ومن البيك اب اعمل له بريك، تمام، وراح اخذ من البريك الامج، وراح اخذ النيم، اوكي كذا، جميل. بقية البيانات ما احتاجها، اقول له هايد ان كونكت. طبعا لاحظوا الحجم هنا هو الحجم الخاص بالاسلحة، بامكاننا نقلص هذا الحجم، نخليه مثلا 50 في 50، اصغر اكبر، هذا الشيء راجع لك. طيب ومثل ما بدأنا بالبيجين اوفرلاب
نفس الطريقة، ناخذ نسخة من هذه. اوكي، خلوني اوسع هنا وراح اضيفها هنا. جميل. وراح اخلي هذه زيرو حتى تحذف بعد الانتهاء. اوكي، نقول لكم باير، اجرب اللعب. اوكي، لما اروح الى البيانات حتظهر لي فوق، لاحظوا شفتوا ظهرت. اوكي، بعض الطاقة. اوكي، طبعا لابد اضغط اي علشان احملها، ولكن الاسلحة ما اقدر احملها لانه ما حملت معي اي سلاح حاليا، فلابد احمل السلاح الخاص بالرصاص. طيب، راح اروح برضو الى اللاعب، بيانات اللاعب، كاركتر بلو برنت، والى برمجة البيك اب هنا، والى الهيلث. فين الهيلث؟ هذا الهيلث. اوكي، طبعا عندي هنا ترو، فباخذ نسخة من هذه. اوكي، كوبي بيست. طيب، هنا راح اوصله بترو الخاص بالهيلث، تمام. وراح اخذ الويتجز بلاير ويتجز هنا واوصله بالتارجت. اوكي، وراح اقول له هنا هيلث كيت از فول. اوكي، برضو نروح الى سكندري. فين السكندري؟ ايوه هذا هو السكندري. هنا السكندري برضو راح نعمله نفس الطريقة، ناخذ هذا، نقول له كنترول سي، ومن الفولس هنا راح اقول له كذا، حوصله بالفولس. طبعا في حالة اني وجدت الرصاص ولكن ما عندي السلاح المناسب لهذا الرصاص، راح اقول له نو ويبن فاوند. اوكي، يعني بامكانك تكتب اي شيء مناسب لك. ومن نو ويبن فاوند راح اخذ بيانات البيك اب هذه. اوكي، خلوني اوسع هنا وضيفه هنا. ومن بيانات البريك البيك اب هنا راح اختار فقط الامج. اوكي، وراح اوصلها بالامج، والسايز راح يكون 1. اوكي، كذا مناسب. اوكي، واخيرا وليس اخيرا، ناخذ نسخة من هذه واقول له كنترول سي، واروح الى الهيلث كيت هنا عندي الفولس، واقول له كنترول في، هنا راح يتوصل بالفولس بحيث انه يتعرف على كل سلاح في حالة انه السلاح كان مطابق للرصاص او غير مطابق. اوكي، كذا كذا مناسب. الان لما نجرب، لما نروح الى البيك ابس ايتم، لاحظوا تطلع لي بياناته طبيعي هنا، ولكن لما اقول له اي حيطلع لي نو ويبن فاوند. طبعا هذه حتكون فقط في حالة عدم حمل السلاح المطابق للرصاص. لاحظوا نفس الطريقة، اذا رحت حق الرصاص الثاني نو ويبن فاوند. بالنسبة للطاقة اي، اوكي يسحب معي، جميل. لما اخذ السلاح، اوكي لما اخذ السلاح هذا، جميل، هل متطابق مع هذا؟ اي، اوكي متطابق. الثاني نو ويبن فاوند، اروح الى هنا الطاقة، اوه سحبت معي بكل اريحية. طيب، في حالة انك واجهت مشكلة بسبب الطاقة، تمام، بإمكانك حذف هذه وإضافة الفولس هنا، يعني
أوضح لكم الفكرة. نحذف هذه هنا من السكندري وناخذ من الفولس وضيفه إلى برانش هنا عند الهيلث كيت، حتكون نفس المفعول. لاحظوا، أوكي، ناخذ نجرب. لاحظوا هنا لما أقول له آي حيسحب معي، ما في طبعا السلاح غير مناسب. نروح إلى الطاقة حيسحب معك بكل أريحية، لأنه أخذت البيانات هذه وأضفتها في الفولس هنا، أو وصلت الفولس هنا مع البرانش هذا اللي هي موصل في نفس البيانات، حيعطيك نفس النتيجة. طيب الآن باقي فقط عندنا كيف نضيف بيانات الطاقة أسفل حتى تظهر مع الأسلحة والرصاص. نروح إلى بلاير ويدجز هنا، أوكي، وهنا بإمكاننا التلاعب فيها. هنا ممكن نضيفها يمين أو يسار أو فوق. فقط هذه راح أعدل عليها وأخليها بلون أحمر كذا، حلو، وهذه بلون أزرق. أوكي، خلينا ننوع كذا. طيب من هنا راح أقول له horizontal box، راح أضيفه هنا، تمام، وراح أضيف له image أسفل الهوريزنتال. أوكي، داخل الهوريزنتال راح أحدد الهوريزنتال وأخليه size to content. أوكي، برضو راح أضيف text وراح أضيفه داخل الهوريزنتال، وراح أخلي التكست هنا الفونت 16، وراح أعطيه 0. أوكي، جميل. وهذا الهوريزنتال راح أخليه أسفل، لا، توسيط. أوكي، طبعا هو توسيط، أو أخليه، أوكي، توسيط، حلو. وراح أغير موقعه هنا، طبعا بإمكاني أضيفه هنا أحلى، خلينا نقرب. أوكي، خذ راحتك في الترتيب، كذا مناسب. بإمكانك تضيفه فوق بعد لو حبيت، عادي. طيب الامج هذا ممكن اسميه مثلا health kit current HKC، اوكي، هذا اسمه. طيب وحدد التكست هنا برضو، اعطيه اسم، اخليه مثلا، لحظة، اخلي التكست اخليه HKC text، اوكي، وراح اخليه هنا مجانب لليسار وهنا للجنب، هنا توسيط، اوكي، بحيث انه يكون كذا نازل. لاحظوا، جميل. راح احدد الان الايمج، تمام، ومن البراش راح اختار الايمج الخاص بالهيلث كيت، اوكي، ايكون، وهنا حجمها راح تلاحظ 800، ممكن نخليها مثلا 30 في 30، تمام، هتلاحظ حجمها صار مناسب، بإمكانك تقلله برضو. طيب الآن راح نشتغل على التكست الخاص بالهيلث كيت، هذا هو التكست. راح أخلي هنا تايب فيس regular، أوكي، من الكونتنت هنا راح نروح للبايند واختار create binding. من هنا راح أقول له get capital player character، هذا خاص باللاعب، المفروض أن يكون لنا. وهنا أقول له cast to character blueprint، وراح نحول هذا إلى pure، أوكي. ومن هنا راح أقول له is valid question mark،
اوكي هذا هنا برضو، من هنا راح اقول له current health kit. اوكي، ومن هنا current health kit راح اقول له يساوي integer. طبعا لابد يكون يساوي الزيرو علشان يعطيني الشرط. ومن هنا راح اقول له branch وقبل الشرط في حالة انه زيرو. طيب هنا نسينا حاجة مهمة، نرجع الى ديزاينر. لاحظوا البوكس اللي يحتوي على الهيلث كيت هنا لابد يكون له اسم علشان اقدر اتعرف عليه، فنحدده من هنا. ومن هنا راح اسميه مثلا، اوكي احذف الارقام هذه، والبوكس راح اسميه هيلث كيت بوكس، اوكي علشان فقط اتعرف عليه. لابد نخليه هنا از فاريبل، اوكي علشان يطلع لي. فنقول له كومباير، الان نرجع حنلاقيه هنا. لاحظوا اسحبه كذا واقول له جيت، ومن الهيلث كيت بوكس راح اقول له ست فيزيبيليتي، وراح اخليه في حاله انه ترو يكون هيدن. تمام، طيب اوكي راح اوصله هنا. راح اخذ نسخه من هذه كلها واقول له هنا، هذه برضو تارجت، لاني احتاج ان يكون فولس. في حاله الفولس هذا راح يكون فيزيبل. اوكي الان الهيلث كيت هذا راح اوصله هنا، اوكي وهذا برضو راح يتوصل هنا. قول له كومبايل. طيب بامكاننا نجرب الان، ناخذ اي سلاح ونتوجه الى مكان الادوات. اوكي لما اروح لاحظوا الى الهيلث كيت اسحبه حينضاف لاسفل، لاحظوا حينضاف لأسفل بشكل أنيق. طبعا كل ما أخذت كمية حتنضاف الكمية، 2 3 4. الرقم ملاصق للهيلث كيت ما في مشكلة. نرجع إلى الهيلث كيت هنا إلى الديزاينر، أوكي نحدد التكست هنا، ومن البادينج الليفت. خلينا نقرب أكثر، أوكي كده. بإمكانك تخليه مثلا شوية بعيد، 2 4، ما ودنا نبعده أكثر، نخليه 5 مثلا. في حاجة أخيرة فقط أنا نسيها، نروح إلى الكاركتر بلو برنت هنا، أوكي ولاحظوا هنا أنا أخطيت بحاجة أو نسيت حاجة أضيفها. الخاص بالهيلث كيت لما يعطيني هيلث كيت از فول نسينا نضيف الايمج، فمن نفس البيانات هذه ننسخها اوكي ونضيفها هنا، نقول له الى ايمج. تمام كذا حيكون النظام عندك شغال 100%. طبعا لاحظ احنا هنا اضفنا انه اللاعب ما يقدر يشيل اكثر من 9، خلونا نخليها مثلا 6، ما يقدر يشيل أكثر من 6. فلما نفحص هذا النظام، أوكي خلونا نشيك هنا وزيد هذه أخليها 8 مثلا، أوكي نحددها كلها، أوكي ومن كنترول Alt كنترول هنا أخليها 6 4، يعني ما أقدر أشيل إلا 6، 2 ما أقدر أشيلهم. فنجرب، خلونا نشوف النظام إذا يشتغل. طيب حاليا ما عندي ولا هيلث كيت، نبدأ 1 2 3 4 5 6، هذا العدد اللي أقدر أنا أشيله. طيب إذا حاولت أشيل السابع حيطلع لي health is full، الآن عندي 6، بإمكانك تزيدها وتقل مثل ما تحب.
اوكي. طبعا هذا كل شيء لهذا اليوم، انهينا الجزء الكبير. طبعا انا احب كثير الشغل على الانترفيس لانه شوي يعطيني حريه في تصميم اللي انا احتاجه في الواجهه اللي تظهر، وراح تشوفون هذا ان شاء الله في نظام السيارات لما نبدا نعدل على الانترفيس بالنسبه للسرعه وعداد السرعه وغيره. اتمنى يكون درس اليوم عجبكم، نلتقي معكم ان شاء الله في دروس قادمه. معكم جيمز ديزاينر، مع السلامه.